التجارب على جهاز ميجا جي 3. يجب عليك اكتساب الخبرة على أهداف مع مواقع معروفة، تلك التي كنت قد دفنتها قبل الخروج إلى مجال البحث عن منطقة كنوز. يمكنك توفير ذلك من خلال ممارسة التدريب في المناطق المفتوحة مثل الحدائق والمتنزهات والميادين. بعد تلقي النتائج على أهداف مع مواقع معروفة، أكمل التمرينات على الأهداف التي تم دفنها من قبل الآخرين. الشخص الذي دفن الهدف من شأنه أن يعرف موقعها ويقول لكم سواء إذا كنت ناجحاً أم لا. حتى تحقيق النجاح بعد هذه الخطوة، يمكن البدء في البحث في التضاريس المختلفة.